شي قلك صباح الخير، صباح الفل، صباحكم دقله وحليب الناس الكل. الحم نظم اعمالك وراقب ارقامك وحساباتك وما تخليش كل شيء على الحظ. الثور ما تخليش خيالك يسيطر على عقلك في مجالك المهني، خاطر الامور على ارض الواقع تختلف برشا. الجوزاء يخليك اليوم اكثر انسجام وتتبدل الظروف اللي تحيط بيك وتفرض عليك نمط جديد. السرطان تشتد حده النقاش بينك وبين الشريك بعد ما تلقاو مخرج لائق بيكم الزوز. الاسد تخوض مغامرات من نوع مختلف اذا كنت عازب وفما امكانيه تحول احدى صداقات لعلاقة اكثر حميمية. العذراء مع انك تحقق تقدم ملحوظ الا انه لازمك المثابرة والاستمرار بنفس النمط. الميزان تعدي اوقات طيبة مع الشريك اللي يشرح لك طموحاته واهدافه وتسعوا مع بعضكم لتحقيق احلامكم. عقرب يا عقرب تتوالى عليك الاخبار المزيانة وهذا يساعدك لتوطيد علاقتك بالشريك. اللهم لا حسد يا عقرب. القوس اعتمد على روحك وما تبينش للزملاء انك فاقد الثقة بامكانياتك. جدي يا جدي انت تميل كثرة العمل وتهمل في صحتك برشا، نحب نقول لك راك ترتكب في غلطه كبيره. الدلو لازمك تخرج من حاله القلق على المستقبل مع الشريك ولازمك زاده تعطي الثقه في روحك اكثر. ونختم بالحوت ونقول له تفائلك الدايم وثقتك بالحبيب يخليوك مطمئن وتحس بالاستقرار وبحبك الصادق ليه. اذا برجكم شنو قال لكم اليوم صح، رد قلكم لازم تستنوني غدوه في برجك شي يقول لك وردوا بالكم تبدلوا الموجه. برجك شي يقول لك